يا ليل أحظى منك بالعطف علي، فأغني وحبيبي والمنى بين يدي. هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف علي؟ الله الله، أي سلمني هالصوت وما أعدم هالبحة يا حق. صدقني لو ما كنت كندرج يا أبو شكري كان لازم تطلع مطرب. عم تمزح يعني؟ قال حظ أعطيني وبالبحر رميني، ما في حظ، شو بدي ساوي؟ بصراحة أبو شكري منيح اللي ما عندك حظ بهالشغلة. وليش بقى يا فهمية؟ لأنه بدي إياك تغني لي إلي لوحدي وبس، ما بدي حدا غيري يسمعك. ها ها، هلا أنت عم تحكي جد ولا عم تغازليني مغازلة؟ يو وليش لحتى غازلك؟ في بالعاده الغزل بعدنا نحن، ما في بالعاده. ما عليه شيء، راحت علينا نحن، خلي الغزل للاولاد الصغار. من كبر عمري يعني؟ هو صحيح انت اكبر مني بعشر سنين، بس يعني بعمري ما سمعت منك كلمه حلوه. يا من تراك انت اكبر قدر، داحشت لي راسك بين البوابيج والجزم وعم بتغني. وما سالتي نفسك ليش عم غني باستمرار يا فهميه؟ بصراحه لا، عم غني من السعادة يا أم شكري، ولو ما كنت مرتاح معك وسعيد ما كنت سمعتي صوتي، كنت خرست تماما. طيب تقبرني ما فيك تسمعني صوتك بالدلال والكلام الحلو؟ ليش أنا ما عم دللك يا أم شكري؟ مو كتير يعني، جارتنا أم فايز اللي هي أكبر من جوزها بخمس سنين إيش شايفة ومو مصدق، ويا من ترى عم يدللها بالكلام الحلو. بالكلام الحلو؟ مثل شو يعني؟ يعني على طول بيقلا يسلموا لي هالخدود اللي مثل التفاح يا تفاحتي. ايه هيك بيقلا، وبيقلا كمان قريته يسلم لي والله يبارك بهالشفايف اللي مثل الكرز الاحمر يا كرزتي، وبيقلا كمان يسلم لي هالبياض اللي مثل قلب جوزة الهند يا جوزتي. اعمل هيك مثل ما عم يعمل جوزة. ايه ابو فايز فاكاني وبيغازل مرته باسم الفواكه اللي عم يبيعها. إيه بس أنا كنت درجي بقى، شو بدي إليك؟ هاتي لشوف إليك، تسلميلي يا مرقعة يا قديمة، تقبريني يا نص نعل يا أم لسان طويل. هلا هيك عم بتقول أبو شكري؟ شو بدي إليك لكان؟ طيب ليش ما بتبوسني مثل ما بيعمل أبو فايز؟ ام فايز قالت لي انه جوزة عطالة والفايتة على البيت ببوسها، ليش ما بتعمل مثله انت؟ بوس ام فايز من خدها؟ عيب يا ام شكري، شو هالحكي عيب؟ ما وصلت لهون. فظاعة شو بتاخذ كل شيء بالمزح والانقلة. هلا انت ابو شكري ما عندك جد منو؟ هلا يعني لولا المزح يا ام شكري كانت حياتنا نكد بنكد، مو هيك؟ هلا بزمتك قولي لي، نحن ناقصنا شيء؟ لا مو ناقصنا شيء. رضيانة بحياتك ولا مو رضيانة؟ الحمد لله رضياني. في شي مضايقه؟ لا يو، شو مضايقني؟ صحتنا وصحة أولادنا موجودة، والرضا موجود، والقناعة باللي قسمه رب العالمين كمان موجودة، بقى شو ناقصنا؟ مو ناقصنا شي الحمد لله. هم يا عيني عليكي شو أصيلة يا فهمية. صحيح نحن مالنا أغنياء، بس الحمد لله الرزق مقسوم وعايشين مبسوطين. بيتنا ملكنا والملك لله طبعا، ومصروفنا عم يكفينا، وولادنا عم يكبروا قدام عيوننا مثل الغزلان. بقى شو بدنا أحسن من هيك؟ ما بدنا شي، الله يسلمك ويسلمهم يا حق، ويديمك فوق راسهم وراسي. الله يخليكي. لكن وينك فهمية؟ ايه اسمعي هالغنية الجديدة للآني سيلور تكاش. يلا طبعوها على كوانات. ايه مبارح سمعتها عند أبو فايز. أسطوانات كايريفون الآن سيلور دكاش. أمنت بالله، أمنت بالله نور جمالك آية آية من الله. أمنت بالله نور جمالك نور عجيب يسقي بالقلب اللهيب. نور جمالك نور عجيب يطفي بالقلب لهيب.
اللي بدي افهمه يا ابو رفيق شغله واحده وبس، بتمنى انه يلتقى لي عندك جواب. شو هي؟ شو قصه هالجيران اللي جنبنا؟ شبهوا يعني ما بيملوا من الغنى والضحك والرقص، ليل ونهار وهن عم يغنوا ويرقصوا ويضحكوا وما في يوم قعدوا فيه ساكتين. طيب انتي شو اللي زعجك؟ الله يسعد الناس. مالي مزعوجة يا ابو رفيق، بس مشتية شي مرة اسمعن عم يتخانقوا او يتعايطوا او يختلفوا، ما بسمعن الا هن عم يضحكوا ويفرفشوا ويتغازلوا. طيب الجماعة متفقين، ليش بدك ياهن يختلفوا؟ اللي بقصده يا ابو شكري انه المرة وجوزها الا ما يتخانقوا ولو مرة بالاسبوع، بس هدول الجيران ما عندهم لا شغلة ولا عملة الا الضحك والفرفشة، مع انه جوزها ابو شكري فقير ومعتر لا او كندرجي كمان. لحد هلا ما فهمت عليكي، لك الجماعة مبسوطين، ليش غيرانة انتي؟ مالي غيرانة، بس معقول يكون في بسط وسعادة مع الفقر؟ ايه ليش لا، شو المانع يعني؟ فعلا غريب. شو الغريب يا ام رفيق؟ يعني بيتن عتيق وفرشن عادي وقديم ولبسن على قدن، ومع ذلك ليش انت بتعرفيهن؟ زرتيهن ببيتن؟ ايه انا زرتها مرة لام شكري وتعرفت عليها وعلى اولادها. وشلون شفت الجماعة؟ اوادم كتير، صحيح صرنا سنة جيران وما حلنا نعرف خيرهم من شرهم، بس مع هالشي ما اشتكينا منهم ولا مرة. سامي سامي أبو رفيق. سامع سامع. طيب شو رأيك أبو رفيق بالكلام اللي رح أقلك عليه؟ شو هو؟ الجار ماله حق على الجار؟ طبعا. والمثل بيقول إذا جارك بخير أنت بخير. صحيح. وبيقولوا كمان جارك القريب ولا أخوك البعيد. مزبوط. والجار قبل الدار مو هيك؟ ولك فهمت فهمت فهمت. شو قصدك يعني؟ يعني شو رأيك تساعدهم لهالجماعة باعتبارك انت تاجر كبير والله باسطة بين ايديك ومغرقك بنعمه، وبيني وبينك انا حبيتك كتير لعم شكري، خفيفة الدم وبتفوت لجوات القلب. يا ستي انعم واكرم، بس بشو بقدر ساعدهم؟ ليش ما بتعطي ابو شكري شوية فلوس يفتح له فيهم مشروع ويحسن وضعه ويدلل ولاده ويجبر خاطر مرته؟ هي اشتكت لك او طلبت منك؟ اعوذ بالله، المخلوقة ما جابت سيرة ابدا، بالعكس ام شكري درويشة ومو بعينها بنوب. لكان شو المناسبة؟ يعني عم اقول انا باعتبارهم جيران فلازم نساعده، وانت ما شاء الله كان عليك يعني عم تساعد ناس غربة فجار اولى، وانت كنت دائما تقلي انك بدك تتبرع بمبلغ كبير لناس محتاجين على نية طلب الخلفة من الله عز وجل بعد هالسنين الطويلة. صحيح صحيح. وانت قلت لي مرة انك ما بتحب تتبرع بمبالغ صغيرة لناس كتار، لانه المبالغ الصغيرة تقضي حاجات صغيرة وبتنصرف بسرعة، اما المبلغ الكبير اذا انعطى لشخص واحد ممكن يستفيد منه استفادة كبيرة ومهمة هو مرته وولاده، بجوز يقلب حياته فوقاني تحتاني. كلامك صحيح يا ام رفيق، صحيح. بقى شو رأيك يا ابو رفيق؟ يا ستي انا ما عندي مانع ساعدهم، بس هن ما طلبوا المساعده. بجوز لانه ما رح يخطر ببالهم يطلبوا مبلغ كبير. طيب قديش فكرك نعطيهم؟ يلي بيطلع من خاطرك، وعمل الخير ما بيروح زعان. قلتك ما بيضيع شيء عند رب العالمين، و550 ذهبي ما رح يفقروني، بس بجوز يغنوا عيلة ابو شكري. لك روح الله يطعمك اللي ببالك يا ابو رفيق ويديم المعروف بين الناس. يلي نويت تشغلني طاوعني وابعد عني، ان حبيتك ابقى يا ويلك من حبي. الله يعطيك العافيه ابو شكري. اهلين وسهلين، الله يعافيك، اهلا وسهلا، تفضل عود. لا شكرا مستعجل، بس معلمي ابو رفيق عاوزك تروح لعنده اليوم على بيته. ابو رفيق جارنا؟ اي نعم. والله هو إلنا الشرف، بس يا ترى شو بيريد مني؟ عندك فكرة؟ لا والله ما قال لي. وإمتى بده ياني زوره؟ هلأ إذا كنت فاضي.
طيب اصبح بعد نص ساعه بالكثير بكون عنده باذن الله. ايه السلام عليكم. اتفضل شاب قهوه، مو حلوه هيك تروح بدون قهوه. معلش مستعجل. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. وعليكم السلام والاكرام. ابو شكري، مين كان عندك تقبرني؟ جارنا ابو رفيق بعت لي خبر زوره. وانا معك يا قلبي. لا ما قال هيك شيء، بس انا شو اللي فكروا فينا على غفله هيك يا بعدي؟ الله اعلم. بس وينك تقبرني؟ ما حلوة تفوت لبيت ابو رفيق بدون ما يكون بين ايديك هدية. صحيح والله، بس شو بدي هدية ترى؟ خذ له شي كندرة غالية من جلد البقر، من هدلون اللي بتشتغلن للاغنية. الحق معك، اصبح روحي جيبي لي كندرة جديدة لامعة. روحي دقلك عربين ما جهز حالي. حاضر تقبر قلبي. وينك؟ عطيني جاكيت المخطط الجديد الله يرضى عليكي. ايه بتأمر امر تقبرني. يا مولا عبايا حلوة عباتي. الحمد لله. زود يا مشخي، زود، ما حدك ترفع ايدك. يا سيدي ديارك عامرة والحمد لله. ان شاء الله صحتين وانا. على قلبك ان شاء الله. بدي اسألك يا مشخي. نعم سيدي. كيف الشغل معك؟ والله نعمة كريم، ماشي الحال. من رضي عاش ابو رفيق. يعني عسل مردود والربح كتير. يلي بيرضى بيعيش يا ابو رفيق، ساترها المولى. الحمد لله الحمد لله. يعني مبسوط؟ الحمد لله وله شكر على كل حال. بالمناسبة يا جار، انا حابب هيك اهديك هالهدية البسيطة وارجوك تتقبلها مني. يعني ما تردني بالخيبة، الله يعزك ويسترك. بس يعني بتعرف الواجب واجب، خاصة اني هي اول مرة بزورك فيها ببيتك. هدية؟ شو هي؟ صباط، الله يعزك، صباط شغل ايدي. شكرا يا ابو شكري، والله ما كان في لزوم. ولو واجبك غالي، الله يعزك. الله يكرمك. ايه ابو شكري. نعم سيدي. بدي اسالك، انا دائما بسمعك عم تغني وتقول شعر. ايه والله. طيب. بحب الشعر كتير. شو رح تسمعنا بهالجلسة؟ رح اسمعك شعر حلو كتير. وهالأبيات اللي رح سمعك ياها معلقة على لوحة فوق فرشتي من كتر ما حبيتها. هات لنشوف. هذا حذاء فائق بجماله، لم يلبس العظماء منه أجمل. ذو منظر لو قام ينظر فيه من فقد الشهية لاشتهى أن يأكل. إن الذي في الناس يلبس مثله أهل لأن يدعى الوجيه الأمثل. حلو حلو كتير يا أبو شكري، شعر ضمن مهنتك. إيه والله ضمن مهنتي. إيه أبو شكري. أمور يا أبو رفيق. أنت إنسان طيب وجار عزيز، والخير والطيبة مرسومين على وشك رسم. الله يبارك فيك يا وجه الخير، هذا من معدنك الأصيل. لأنه الطيب بيشوف الناس طيبين، والخبيث بيشوف الناس خبثة وأرزال. آها، ولأنك إنسان طيب أنا حابب ساعدك. تساعدني؟ بشو بدك تساعدني؟ أنت عندك ماكينة خياطة جلد بالبيت وبتشتغل عليها وما عندك محل، ما هي؟ صحيح. شو رأيك أعطيك شوية مصاري حتى تحسن وضعك فيهم؟ تعطيني مصاري؟ إيه، أنا رح أعطيك شوية فلوس ويلي بدك يا عمل فيهم. إيه بس أنا يا أبو رفيق. اسمع مني ولا تقطعني، أنا رح أعطيه 550 ذهبة حتى تشتغل فيهم وتصلح أمورك، وأنت بعدين أنا ربحت وجاك مردود وحبيت ترد الياهن ردن، وإذا ما حبيت الله يسامحك، وأنا ما رح أكتب بيني وبينك لا وصولات ولا أوراق. عفوا، قديش قلت رح تدفع لي؟ 550. كمان عفوا، 550 شو؟ 550 ذهبة. اخ يا جماعة، لا أول مرة بدوخ مع إنه لا تعبان ولا مرضان. بشكري 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 بشكري. نعم. جيب لك كاسة ليمون. لا مش الحال، ما في لزوم. اللي بقى شو رأيك؟ شو قلت؟ بدك تساعدني ب 550 ذهبة؟ قليل يا بشكري. قال قليل قال. بدي نص مليون سنة حتى أجمعهم أنا. بتستاهل يا بشكري بتستاهل. أملت لي. كم ولد عندك ما شاء الله؟ الله يعزك، عندي شكري وشريف وشاكر وكلهم صغار بالعمر. الله يخلي لك ياهن. شوف يا أبو شكري، الله سبحانه وتعالى ما طعمني خلفة وسميت حالي أبو رفيق تفاؤلا، لكن رفيق
لسه ما اجى. مال عندي، تجارة عندي، بس الشيء المفقود هو الولد. وأنا حابب تقربة من الله تعالى أني كمل لك سعادتك بالفلوس، لأنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والسعادة ما عم تكمل معي. فإن شاء الله، إن شاء الله تكمل معك. يا سيدي الله يعزك ويرفع مقدارك ويكتر من أمثالك بهالبلد. بس يعني يا أبو رفيق 550 ذهبة ثروة كاملة. إيه مو كتير على واحد مثل حكايتك. بس يعني أنا يا أبو رفيق. صبحي صبحي، هذا الصندوق لهون هات. الله يعزك. وهي الذهب قدامك يا أم شكري، 550 ذهبة عدا ونخدا، هدية من الله عز وجل. زرقتي يا أم شكري، لك زرقتي، افرح يا قلبي، لك نصيبتي بلغ مناك ويا الحبيبي، افرح يا قلبي. لك شو بك يا فهمية؟ ليش ساكتي؟ أبو شكري، تقبرني شو بدك تساوي بهالذهبات؟ هلأ خلينا فرحانين، بكرة منفكر كيف بدنا نتصرف فيهم. أنا خايفة يا أبو شكري. خايفة؟ خايفة من شو؟ المال مال حلال، لا لنا سارقينه ولا لنا نهبينه. يعني أنا خايفة إنك خايفة من شو؟ ليش سكتتي؟ خايفة إنه القصد يا أبو شكري إنه بعد ما صار معك الذهبات يعني إنه. ولك شو بك يا عم تقولي كل ساعة جملة مثل بعر المعزه؟ شفت شلون صار كلامك معي؟ بعد ما كان عسل وسكر صار مثل السم الهاري. شفت شلون المصاري غيرتك؟ إيه ما حل تغيرني، هلا لسه جبتها من الزلمه. بقى لا تنزعي علينا فرحتنا وخلينا مبسوطين، الله يرضى عليك يا فهميه. بصراحه يا ابو شكري انا خايفه انه المصاري تخليك تتجوز علي. تتجوز عليكي؟ ايه هيك رجال بمجرد ما يصير معه المصاري وذهب بيفكروا يتجوزوا. الا انا، أنا ما بفكر غير ببيتي وشغلي وولادي ومرتي. صحيح تقبرني، بس مرتك لما حبيتها وتجوزتها كانت حلوة كتير، بس هلأ يا حسرة. بالعكس، أنت مثل القمر بنظري يا فهمية. عن جد عم تحكي أبو شكري؟ طيب احلف لي. لا لا لا، ما بيجوز أحلف على الطالع والنازلة، الحلفان حرام. تعالي هلأ، تعالي حتى نعد الذهبات، تعالي لقلي. شفت شلون عم تتهرب مني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يا فهمية لساتني محبك مثل الأول وأكثر. تعالي تعالي حتى نعد الفلوس. خذي هالكمشة أنت وأنا بعد هالكمشة. إيه صار عندك فلوس يا أبو شكري؟ إيه صار عندي فلوس. شو هالشغلة يعني؟ بس المصاري بتخوف يا رجال. لا لا ما بتخوف، بس المصاري بتخليك تفكر إنك لك هو هو علينا، خلصينا من هالنغمة هلأ. شفت شلون طلع خلقك علي؟ مبارحة لما كنت فقير ما كان خلقك يطلع علي. العمى شو صار لك؟ فعلا ما بيلبق لك تعيشي عيشة أكابر أنت. أنا ما بيلبق لي عيش عيشة أكابر؟ لك شو شايفني قدامك؟ شرشوحة مثلك يا كندرجي؟ ولا عيني فجعانة مثلك يا سكافي؟ هلا ضبي لسانك انت أمك وحاشي أخذوا عطباء. لك عم بتسبني يا منظوم؟ عم بتسبني يا أبو الكنادر والصبابين؟ طيب أنا بورجيك من هلا ورايح. ايه سدي سدي حلقك وحاجتك عياط، عيب عليكي، يخرب بيتك على هالجعوز. يلا وين ما سددته شو بدك تعمل بعدي؟ بدك تسكتي غصبا عنك. لا ما بدي اشكر، اعمل اللي بدك اياه لشو. لك اسكتي. ومن امتى كنت تردي بوشي يا حرباية؟ هيك سامي سامي هي أول مرة بسمع فيها جيراننا عم يتخانقوا. القمر والدوار ونسي زمان الاول. اطفي الضوء ابو شكري ما فيني نام والضوء شاعل. يلا يلا رح اطفيه. صباح على خير. وانتي بخير. ام شكري ام شكري. نعم. سمعتي حركه شيء؟ لا ما سمعت. اطفي لي هالضوء. ما سمعتي حركه غريبه؟ شبك ابو شكري عامل لك ما سمعت؟ بجوز الاولاد عم يتحركوا بوضتهم. في الضوء. ايه حاضر حاضر. لك شبك ما طفيت الضوء؟ عامل لك نعسان كتير، طفي وخلصني بقى. لك طيب طيب تصبح على خير.
سمعت؟ لك عم لك ما سمعت شيء، خلصتي نام لك تهبانه من نعسي صبرا جميل وبالقلب تعال طفي الضوء عم لك. طيب طيب حاضر. أبو شكري مين؟ ليش نايم مرة على الكرسي؟ ما بعرف يا أم شكري، سمعت أصوات غريبة. صبراً جميل وبالله المستعان، أنو صوات هي؟ صرنا ساكنين بهالبيت 18 سنة وما سمعنا صوت. بعدين بعمرك ما نمت برات تختك يا أبو شكري. قلي شو صاير عليك؟ ما بعرف، بس خايف حدا يطمع فينا وبذهبنا يا فهمية. ولك شبك يا أبو شكري، الدنيا أمان. شو الدنيا فلتانة؟ بس هلأ صار عنا ذهب يا أم شكري، مو سرامي وبوبيج. ايه صحيح، نسيت انه صار عنا ذهب. لك يا محلى السرامي والبوابيج. بتعرف يا أبو رفيق انه ما عدنا سمعنا صوت أبو شكري عم يغني، حتى أم شكري ما عاد الضحكة الضحكات عالية مثل عادتها، مو غريبة؟ فعلا فعلا. شو قولتك؟ مرضاني؟ جائز. لا ومبارح طول الليل وضوون شاعل، بالعادة هن بيناموا بعد المغرب مثل الجاج. قولتك شو قصتهم؟ الله أعلم. يا ستي أنا فكري افتح معرض أحذية. أبو شكري وقف عندك واسمعني قبل ما تكمل. تفضلي هاتي لشوف. يعني فكرة المحل أمني إياها من بالك منو بنو. وليش بقى؟ أنا فكري يا أبو شكري يعني إنه نبيع هالبيت ونحط فوق حقه مصاري ونشتري بيت أكبر. وليش لحتى نشتري بيت؟ هاي الله طاعمنا بيت وساترنا والحمد لله. هلا بتسمي هالقن الجاج اللي نحن ساكنينه بيت؟ إيه لكن شو هاد زريبت بقى؟ لا حبيبي لا، إذا بدك تتصرف بالفلوس البيت أهم شيء. يا فهمية، المحل إذا فتحناه بيجيب مع المستقبل تمن بيت، بس ما حدا بيحط فلوسه كلها بحيطان بيت وبيفتح تمور الهواء. لا ولا سيما إنه نحن ساكنين ببيت ملك والملك لله. أولادك عم يكبروا يا أبو شكري، وكل واحد منهم صار بده أوضة لحاله. على عيني، بكره من ربح المحل بنبقى بنشتري بيت. ايش مفتكر حالك صغير انت التاني؟ لسه بيقول لي بكره وبكره. انت بده يجي بكره دخلك بعد 20 سنه؟ ما بتعرفي يا فهميه، الشغل توفيق من رب العباد. لا سيدي، محل ما فيه. ليش الشغل على كيفك ولا على كيفي؟ ليش انا ما لي راي عندك يا ابو شكري؟ ولا بس بتاخذ رايي بتفصيل الصرامي؟ معلوم يا عمي، صار عندك مصاري وصرت تحكي. أم شكري اخزي الشيطان واحترمي جوزك وخلي كلامك موزون. ليك أنا كلامي موزون من يوم يومي. ولمعلومات أبو شكري، أنا بدي أساور ومبارم وبدي حلاق وخواتم وبدي حياة ومن وياك جنازير. بقى يكون بعلمك هالشي ودبر حالك ولا تمعزق بالمصاري هون وهون. أيوة. ولك أم شكري أنت من طول عمرك من تمساكيت، شو صار لك على غفلة؟ انفشعتي هالفشعنة كلها؟ العمى ضربك، بتقولي صرتي مثل الغولة وبدك تكوشي على كل شيء. لك يا أبو شكري، أنا غولة؟ غولة وستين غولة والضبعة كمان. ولمعلوماتك أنا الرجال والمصاري مصاري مو مصاريكي. هلا صارت المصاري مصاريك يا شحادي عدبوني يا فقير؟ إيه نعم مصاري. إني اللي صار عندك بلا وصرت تحلف بالطلاق؟ مثل ما عم فهمك، الفلوس فلوسي بدي اخذ كمان الفلوس اللي مصمطيهم وبدي افتح المحل. نقلتي ايه ونقلتي لا؟ نعم نعم بدك تاخذ فلوسي. فهيم والله.
اخلصي اخلصي وبلا كلام بلا طعمه. لك لا ما بدي اخلص، انا ماني خايفه من عيالك. اخلصي ما بدي اخلص، وبعدين انا ماني بحاجه لمصرياتك، بس بدي اشوف تفكيرك الخبيث لوين بده يوصلك. لك انا عم بشتغل لصالح العائله كلها مو لصالحي وبس. لصالح العائله؟ لك لا لصالحك وبس، ولا انكشفت على حياتك لك ابو شكري. لك اخلصي بلا اشعاره. لك ما بدي اخلص، ما بدي اخلص. لك اخلصي انت. لك انت بتعرف تشتغل بالصرامي وبس، ما بتعرف تشتغل بالدهار. لك انت كنت تنبحتي علي هالبحتي وكبر القمر والدوار. معقول اللي عم اسمعه؟ معقول الحمامة تنقلب بومة؟ وليش مستغربة؟ معقول الفلوس تغير النفوس؟ لا استغربي شي، كل شي معقول. الفلوس بتقلب الحمار غزال والغزال حمار. أهلين وسهلين بشكري يا ميد. مرحبا. يستر عرضك ويخلي لك مرتك ويطعمك الخلفة والخلف. قبل الكلام وقبل السلام اتفضل خود هاي فلوسك وريحني. الله يريحك دنيا وآخرة. خير يا أبو شكري؟ شو في؟ ما في شي، بس خود مالك عني وأنا بألف خير من الله. طيب ما بدي أعرف شو السبب. يا أبو رفيق أنا رجال درويش، كنت غني وأرقص ونام مرتاح وفيق مرتاح وسعيد بحياتي مع مرتي. ايه وهلا شو اللي صار؟ يلي صار انه المال حرمني النوم وجلب لي الهم وسرق السعادة من بيتي. ولك مرتي يلي ما كانت تسترجي تطلب مني طلب وقانعة بعيشتنا وبوضعنا، صارت تبهدلني صبح وتسبني المساء. بقى بترجاك رجع فلوسك لعبك مشان ترجع السعادة لبيتي. وطول عمره جحي بلا سرايا، هيك افضل اريح لراسي. رجاك يا ابني عجلي شوي، حاكم بدي سافر لحمص وهالورقة لازمتني. شو شايفني عم بلعب يعني؟ طول بالك علي شوي. ايه قسما بالله لو ما اكون مستعجل ما بفتح تمي، بس النكتة مرتي عم تستناني بحمص. والله فهمت، قسما برب العباد فهمت، بس شو ساوي لك اذا اسمك مو مسجل بدفتر المخترة؟ شلون مو مسجل يعني؟ اخي مو مسجل، شو عم بكذب عليك يعني؟ اخي اذا مانك مصدق تعال شرف، طلع الدفتر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خير شو بده الاخ؟ بده ورقه حسن سلوك مشان يقدمها لوزاره المعارف حتى يتعين هنيك. ايه وشو المشكله؟ المشكله اني ما كنت لاقي اسمه بدفتر المختره. ايه بسيطه، تفضل عود يا اخي. شو الاسم الكريم بالله؟ ولو يا مختار، انا سعدي ابن عبد الله عوفي. ما عرفتني؟ مبلى لك، شلون ما عرفتك؟ شلون الوالد؟ الوالد متوفي من قبل ما اخلق انا، الله يرحمه توفى وامي حبله فيني. ها ها، لكن معنات هالشي في واحد تاني اسمه عبد الله عوفيت غيرك. لا مختار، سلامة عرفك، نحن عائلة واحدة. هلا انت متأكد انه فوسك عندي؟ طبعا متأكد ولو. طيب شو رقم خانتك انت؟ 81 باب سريجي. اسمح ليش جاي لعندي انا؟ ما بتعرفني اني مختار سوق ساروجا؟ اوف فظاع على نسوي دخيلك يا مختار. لا تاخذنا، طلعت من البيت بتخانق مع حماتي ونعمى على قلبي وعقلي ما عاد جمع. حصل خير يا اخ. مع السلامه. يلا معك. الله يسلمك، لا تاخذونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. فظاع فعلا ما عم يجمع. يا سيدي من بيت عوفي. فعلا عوفت على المزبوط. ايه سيدي، حدا اجى لعندي بغيابي؟ اجى محمد خير طحينه وابو محدين هزوزي. وما قالوا لك شو بدهم؟ بدهم حسن سلوك سيدي. امنتوا بالله على هالدنيا شلون صاير عم تمشي بالمقلوب يا فايز؟ يعني شلون لهم عين يطلبوا ورقه حسن سلوك والواحد منهم ضريب خناجر وقتال قتله؟ شلون؟ فهمني لشوف يا فايز. شو بعرفني؟ تشرب شاي معلمي ولا اعمل لك فنجان قهوه؟ لا لا ما بدي لا شاي ولا قهوه. روح جيب لي الله يرضى عليك طاسه عرق سوس بارده، ولا اقول لك
جيب سطل الزير مع شقفة تلج كبيرة. حاكم تقطع حلقي من على بكرة. ليش ما ضيفوك شي بالتعزاية معلمي؟ ولك يا فايز أنا كنت بتعزاية مو بمطعم العصافيري بسوق الحمدية. وشلون كانت التعزاية معلم؟ كان في ناس كتير يعني؟ قال كان في ناس قال. ولك كل حواير الشام وبيوت الشام وعوائل الشام كانوا موجودين. إيه رحمة الله عليك يا أبو صادق البوابيري، شو إنك ناس ملاح وتتهنى يا أبو صادق بهالصيت العاطر وبهالسمعة الطيبة. وليش ما أخذتني معك يا مختار؟ والله يا فايز كان لازم تروح، لأنه حتى أطاط لتكية اتجمعوا على بابه وبكيوا عليه. معلمية شو كان يشتغل؟ قال شو كان يشتغل قال؟ لك يا فايز هذا اسمه أبو صادق البوابيري. ايه وشو يعني؟ يعني هذا مليونير كبير ومو بحاجة لشغل. بعدين توفى وعمره 93 سنة، بقى هذا خر الشغل. ايوه معلمي انت كنت تعرفه؟ لك شو بلا فايز؟ شو صاير لك اليوم انت؟ ليش معلمي؟ ولك ابو صادق كان يجي لعندي كل يوم والتاني ويقعد يشرب شاي ويدخن أرجيلة. ما عرفته فايز؟ هذا الختيار يلي بيسعل وبشمع الطيس. معلمي كل رفقاتك خطايرة وبشمع الطيس. المهم ابو صادق توفى وانتقل لرحمة ربه، ومثل ما هو معروف هالرجل عنده املاك واطيان وملكانات بكل انحاء الشام، وعنده بيوت وقصور شي بيعرفه وشي ما بيعرفه، ويا مباني مساجد ويا مكاسي جوامع ويا مساتر عيال، حتى انه المدرسة يلي راح يفتحوها باخر الشهر هو بناها من ماله الخاص. شو هالحكي؟ المدرسة الحجر الكبيرة اللي أخذها مفرقين من الحارة؟ أيوة برافو عليك، هي إله هو اللي عمرها، والتسجيل فيها ببلاش حتى يفيد أهل حارته. وسبحان الله الزلمة توفى وما عنده لا ولد ولا تلد ولا زوجة ولا عمام ولا أخوال. معقولة يكون مقطوع من شجرة هو بهالغنى؟ هيك ترتيب رب العالمين. لا والخبر الأهم بهالدعكة كلها إنه أبو صادق البوابيري الله يرحمه تارك وصيته عندي، ولصراحة هو تارك رسالة ووصية، واليوم فتحت الرسالة بناء على رغبته، لأنه هو وصاني قبل ما يموت إني ما أفتح الرسالة إلا بعد وفاته. وشو كاتب بهالرسالة يا مختار؟ ها ها لحد هون وبس، لأنه هذا مو شغلك يا فايز. مثل ما بدك معلمي، بس يعني أنت اللي عم تحكي أنا ما سألتك. الحاصله بترحلي هلأ لعند عطا بيك فاعسها، ولعند عمر بيك حمضيت، ولعند صبري بيك لسويعاتي، وبتقولن المختار داعيكن لاجتماع مهم بمكتب عنبر أو ببيت مرتضى بيك نظام، لأنه مكتبي معجوق والطالع طالع والفايت فايت مثل ما لك شايف. وشو سبب الاجتماع أبو فخري؟ شي؟ وشو دخلك أنت بهالقصة؟ أما أنك صحيح حشري. معلمي أنا ما سألتك مشان أعرف، أنا عم بسألك مشان إذا هن سألوني أعرف شو جاوبون. أيوة فهمت عليك، قلن الاجتماع رسمي جدا وعاجل ومهم والاعتذار غير مقبول. طيب وأي ساعة الاجتماع؟ الساعة 10:30 الصبح. بأمرك معلم. وينك فايز؟ الله يرضى عليك، جيب العرق سوسات قبل كل شيء، يبسة زراعين. من عيوني يا أبو فخري. صارت الساعة 10:30 والجماعة لسه ما وصلوا. سيدي إذا تأخروا 5 دقائق مو مشكلة. بصراحة أنا كنت بفضل إنه يكون موعدنا بمكتب عنبر، لأنه صار لي زمان ما زرته. بتعرف إنه أنا درست بمكتب عنبر؟ تعرف ولا ما بتعرف؟ شو نحن درسنا بالزريبة؟ كلنا درسنا بمكتب عنبر. الله عليك شو إلك ناف أنت الثاني. يا سيدي أنا علمت بمكتب عنبر كأستاذ للصف الثاني قرابة 4 سنين، وأذكر من تلاميذي زكريا الحش، زكي مقسومة، عبد الله دبسو زيت، وشاكر اشرق لبن، وكلهم لهلأ مسمين مراكز عالي والحمد لله. شو؟ لأنه كنت استاذهم بالصف الثاني؟ ها ليكن أجو سيدي، رح أحضر القهوة المرة. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام والإكرام. يا أهلا وسهلا. سلامات يا مختار. شرفت يا سيدي. يا الله شلونك يا سيدنا؟ والله الحمد لله، من رضي عاش يا عمر بيك. يا والله يا سيدي. هات لنشوف يا مختار شو سبب هالدعوة المفاجئة يا ترى؟ وليش عملتوا الدعوة ببيت نظام؟ يا سيدي أنا كنت بتمنى استقبلكم ببيتي أو بمكتبي على أقل تقدير، بس بيتي مو قد المقام ومكتبي معجوق،
وبما انه مرتضى بيك اهل المكرمات فالرجل قدم لنا بيته هيك حتى نجتمع فيه. مرتضى نظام قليل امثاله بهالبلد. مهم خير يا مختار، هات لنشوف. يا سيدي، مثل ما بنعرف جميعا ابو صادق البوابيري توفي الى رحمه الله من 3 ايام. رحمه الله يرحمه ويغفر اليه، كلياتنا على الطريق. اي والله. الفاتحه على روحه يا سيدي. يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. وأبو صادق الله يتغمده برحمته كان صديق شخصي، ولهالسبب ترك لي رسالة عم يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أبدأ كلامي وأتلو عليكم الرسالة التي هي بين أيديكم. كذا 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 كذا. وقد كان من نعم المولى عز وجل علي أن وهبني مالا كثيرا صرفت معظمه على المشاريع الخيرية والمرافق العامة، وقد ابتنيت مدرسة لا أدري إن كنت سأعيش لأشهد افتتاحها، والأهم من ذلك أنني لم أطلق عليها اسماً معيناً، ونويت أن تسمى باسم أعف وأنزه إنسان في الحي الذي نشأت فيه وترعرعت. وأفوضك يا أبا فخري بأن تجمع 3 من الوجهاء الذين تثق بهم وبآرائهم، وذلك لاختيار ذلك الشخص العفيف النزيه، وأتمنى أن يكون ممن هم لا يزالون على قيد الحياة. فإن أجمع الوجهاء على اختياره فأرجوك أن تعمل على إطلاق اسمه فورا على هذا الصرح العلمي الذي قدرني الله على بنائه. بقى شو رأيكم يا سادة يا كرام؟ يا سيدي رحمة الله عليه شو كان إنسان نبيل، وشكرا لك يا أبو فخري لأنك اخترتنا لهالمهمة الشاقة. فعلا يا مختار، اختيارك إلنا بيدل على سماحة نفسك وثقتك بالناس. يعني أنا هلأ ما فهمت مظبوط، نحن شو مطلوب منا؟ المطلوب يا صبري بيك إنكم تسموا لي إنسان عفيف ونزيه وشريف حتى نسمي المدرسة باسمه. ها هلأ فهمت عليك. شو رأيكم يا جماعة؟ شو رأيك يا عمر بيك؟ والله أنا بشوف إنه أنزه وأعف إنسان بهالحي هو الشيخ أمين دبلاني. لك يسلم هالتم يا عمر بيك، إيه قسما بالله أنا كنت بدي أقول هيك. مو هيك عطبي؟ طبعا، يعني ما في 2 عقلاء بيختلفوا على اختيار الشيخ امين لهالتكريم. لا، والاهم من هذا وذاك انه الشيخ امين دبلاني علامه وفهامه وصاحب ورع وتقوى. وبيقول المثل يا ابو فخري: اذا حدا زركك وحرجك فعلى الفور فرجيه حججك. وانا راح اقدم لك الحجه والبينه ليش اخترنا الشيخ امين. اولا لانه صاحب مدرسه في الاخلاق، وثانيا لانه يخشى الله. مو بس يخشى الله، الزلمة جريء وشجاع، ولا تأخذه في الحق لومة لائم، وما بيسكت على الظلم، ويا من ترى عم ينتصر للمظلوم. لكن ما بتذكروا يا جماعة لما الشيخ أمين قاوى ببيته الرجل يلي دعس الولد بالطنبور؟ ما بتتذكروا شلون وقفوا بوش أهله للولد يلي إجوا هن حاملين سلاح وبدن يقتلوا يلي دعس ابنه وموتوه؟ لك شلون ما بتذكر؟ لك يا جماعة لولا جهود الشيخ أمين كانوا أهل الولد ارتكبوا جريمة وأوصوا صاحب الطنبور. أخي الشيخ أمين دبلاني دوا لهيك أمور، وغير هيك وهيك عنده منطق واعتدال وبيستنبط أحكامه كلها من القرآن الكريم. لقوا فوق كل هالشي يا جماعة كان إنسان زاهد، ما بيحب لا الجخ ولا الرخ. تصوروا مرة أجته هدية تنكة عسل من عرمانيا اللي بجبل العرب، قام نتعها وأخذ لياها لأم مسعود زنيفة وقال: وما أحلاني أنا قاعد عم بلحس عسل وأم مسعود زنيفة ما عندها كسرة خبز هي وولادها. صحيح يا صبري بيك، صحيح الشيخ أمين بيخاف من البزخ والترف، حتى أنه برمضان ما بيأكل غير التمر واللبن. أما هي شغلة المقادم والمحاشي والكباب والسلطات والكنايف والأشاطي والقطايف، هي ما بيدوق منها ولا لقمة. بس بهالحالة عم يظلم مرته وولاده معه. لا 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 أبدا، لا تغلط يا أبو فخري، لا تغلط. هو صحيح ما بياكل من الاكلات هي، بس على اولاده وعياله كريم جدا.
يعني لو طلبوا منه ببو عينه بيعطيهم اياه؟ يعني بالمختصر اللقمه اللي بتمه مو له. ومع انه فقير ودرويشة بس بحياته ما حرم عيلته من شيء. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه فخري انه الرجل صادق وما بيكذب ابدا، بحياته ما كذب. طبعا معقلاوي يكذب والله باخر العمر. اخي لكل امرئ من اسمه نصيب. هذا الرجل اسم على مسمى، الناس بتودع عنده مصاري وودائع وامانات، وبحياته ما حدا اشتكى من سوء امانته لا سمح الله. يعني هلا يا صبري بيك، لو كان الزلمه مو امين لا قدر الله، كان اختاروا القاضي الشرعي حتى يكون وصي على اموال الارمله، ام منور واولادها القصار. هو الحقيقه يا عطا بيك، امثال الشيخ امين دبلاني قلال كثير بين الناس، ويمكن سبب الصيت العطر اللي بيتمتع فيه الشيخ امين دبلاني هو انه والديه الله يرحمهم كانوا رضيانين عليه كثير. ليش؟ لانه كان بار فيهم كثير. معلوم. ايه قسما بالله العظيم ضل يمرض امه 20 سنة وهي مشلوله وما عم تتحرك، بحياته ما قال اخ او اوف. يعني بالمختصر يا وجهاء، هل الشيخ امين دبلاني هو اعف وانزه انسان في هذا الحي؟ مو بس في هذا الحي، بالشام كلنا. يعني بيستاهل تتسمى المدرسة باسمه يا عطبيك؟ يا سيدي المدرسة بتتشرف إذا حملت اسمه. عظيم جدا. أصبح أنا وبناء على ترشيحكم واختياركم رح أقدم لكم مذكرة حتى توقعوا لي عليها وننفذ الوصية، وعسى تطمئن روح أبو صادق البوابيري الله يرحمه. تفضلوا يا سيدي. وهي أنا مجهز الورقة وما بقي غير نحط الاسم وتوقعوا لي عليها حضرتكم. اللهم اجعلنا من اهل عدل وصلاح يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يساعدنا على فعل الخير. والله هات سيدي هات. يا رب الله يقدم لي فيه الخير. شكرا فايز. اي والله الأراضية. هات محلايا يا فايز. حاضر عمي. ليش هالسئله يا ابو فخري؟ بس بيني وبينك اجت بوقتها. اسيادي الوجهاء، للمعلومات فقط، هناك رساله ثانيه امرني ابو صادق البوابيري الله يرحمه اني افتحها بعد الرساله الاولى، وانا بصراحه ما بعرف محتواها، بس المرحوم رغب افتحها بحضوركم. تفضل تفضل هات لنشوف. حلت البركه يا ابو فخري، سمعنا هات لنشوف. اتفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. انا الموقع ادنى صبحي بن سعيد محمد صادق البوابيري، اوصي فيما يحق لي ان اوصي به على اعتبار انه لا ولد لي ولا وريث شرعي. أوصي بكامل ثروتي بملايينها وبكامل أملاكي من عقارات وأراض وبيوت وقصور وأموال منقولة وغير منقولة لشخص العفيف النزيه الذي يختاره 3 وجهاء يختارهم أبو فخري مختار الحي، على أن يوقعوا على اختيارهم بالإجماع. هذا ما أعطاني إياه ربي، ولا فضل لي ولا منه، وليتمتع بمال الله من هو أهل لله. ربي تغمدني برحمتك وأفسح لي في فراديس جنانك. أبو صادق البوابيري. شو هالحكي؟ يعني الشيخ أمين دبلاني صار مليونير؟ هلا بفهم من هالحكي انه المدرسة انكتبت باسمه والملايين صارت إله؟ اي والله يا سيدي، والحقيقة هالوصية في نسخة منها بالأوقاف، واختياركم هذا ملزم وفق المنطق. فظاعة يا ناس، يعني نحن لو اخترنا واحد من بيناتنا كان ممكن يصير مليونير، مو هيك يا أبو فخري؟ مزبوط يا سيدي. ونحن من جذبتنا، قصدي من تسرعنا، بقصد من طيبة نفسنا عملنا الشيخ أمين مليونير وهو ببيته ما عنده خبر. يعني بفهم من كلامكم أنه في ملاحظات؟ لا لا مو ملاحظات، بس يا أخي الواحد أحيانا بيتسرع. مو بيتسرع، قول بينعم على قلبه ما بيعرف يختار الصحيح، مو هيك صبري بيك؟ الإنسان مو معصوم. ما فهمت عليكم.
ليش شو صار غلط؟ الغلط انه نحن من حسن النوايا ومن حرصنا على الريق الحلو بالغنا شوي بمزايا الشيخ امين، مو هيك عطبيك؟ طبعا، لانه احيانا الانسان بيخونه لسانه وبيحكي باصله، بس اذا يعني حبينا نحكي بالمشرمحي فالامر بيختلف. اخي حتى ما نلف وندور، الشيخ امين دبلاني عليه ملاحظات كثير. ها؟ مثل شو؟ يعني مثلا الشيخ امين كانت زمته واسعه، ما بتتذكر عطبيك كيف تدين ديني من احمد اغا مرقده ومات الزلمه قبل ما يوفيها؟ لا، ولما طالبوا الورثه نكر من عين اصلا. لا انت قول كيف بيليقها على نفسه وهو بهالعمر وبهالهيبه يشهد شهاده زور على انه سمع كلمه انت طالق من تم ابو رامي كبوش لما انطلقها غيابي. لك كله بهون قدام سرقته لجنينه الجيران لحتى يوسع ارض دياره. لا وشو؟ قال عامل لي حاله حجي، قال هو طريق دلعه بيعرفه. المهم هلا شو بدنا نساوي يا عمر بيك؟ اخي المساله بدها تعديل. ارجوك، المساله بدها اعاده نظر من جديد. يعني بدكم تعدلوا بالاسم؟ هو مشكله اسم وما اسم، بس الواحد لازم يتوخى بدقه. اصبح ولا حسم الموضوع. يا ساده يا كرام، عندي رساله اخيره اوصاني بفتحها ابو صادق البوابيري الله يرحم ترابه. بتحبوا تسمعوا فحواها؟ هو موصيني افتحها قدامكم. سيدي افتحها، شو عم تستنى؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اختلف الوجهاء فيما بينهم فإنني وبكامل أهليتي وقواي أوصي بجميع ما أملك من متاع هذه الدنيا الفانية للجمعيات الخيرية تختارها مديرية الأوقاف، ويا ربي أنت الواهب المعطي وما أنا إلا عبدك الفاني، ارحم روحي. إيه وشو المعنى؟ المعنى بارك الله بجهودكم ويعطيكم العافية. المحلاية جاهزة معلمين. أخي ما بدنا محلاية. كل الحق عليك أنت. ليش أخي؟ شو عملت أنا؟ يعني لو اخترتوني أنت وياه ما كنا طلعنا من المولد بلا حمص، وكنا تقاسمنا الثروة سوا. إيه عليم الله، ثروته كانت بتكفينا نحن الثلاثة لولد ولدنا. العمى ما أغبانا يا زلمة، قال أمين دبلاني. لك حاجة معي؟ لا بقى للشوحة مرجوحة ولا أبو بريص بقاب. وليش ما اخترتوني إلي؟ كنا نسقنا مع بعض. أنت ما بتستاهل. يعني أنت اللي بتستاهل؟ لا خلص بقى، بلع كل هوا أنت وياه العمى. شرف. هلأ المصاري وراحوا للدولة، بس المدرسة باسم مين بدنا نسميها؟